يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود بداية طريقك للقوة. عالم القصور لا يرحم. يدوس بقدميه كل ضعيف. حتى لا تصل إلى هذه النهاية. كن قويا. اعرف ما تريده. وانتزعه بالقوة. فهمت يا بني؟ فهمت يا أبتا. السلام عليكم يا ابن الأكرمين. وعليك السلام أيها الوزير جعفر. تفضل تفضل. أتمنى أن تكون مرتاحا في مقامك هذا. ومن أين لي بالراحة
وأنا مسكون بإحساسي بالظلم، وأن حقنا سيبقى مسلوبا منا إلى يوم الممات. تقصد كرسي الخلافة؟ ذاك الكرسي هو المشكلة، وقد يكون هو الحل. أنا لا أبحث عن كرسي أيها الوزير، أنا أبحث عن ملك سلبناه وأحقية في الخلافة اغتصبت منا، وها أنا اليوم هنا كي أحقن الدماء وأرى ما يفعله الخليفة من أجلي. انظر شأنك في هذه الدولة. شأني أنا؟ أجل، أنا لا أقصد أن أشكك في ولائك، ولكن أقصد أننا لا شيء في هذه الدولة التي لولا أجدادي لما كانت. حتى أنتم كبرامكة، ألا تشعرون بالغبن مما يفعله هارون معكم؟ تقدمون له كل شيء، وهو ماذا قدم لكم؟ إحساس الظلم أيها الوزير لا يفارق صاحبه إلا إذا وافته المنية أو استعاد حقه من ظالمه. أين الصواب؟ لا يهمني القصر ولا هذا الرغد من العيش، إنما يهمني هو أن أحفظ لمن يأتي بعدي حقه. ستفعل إن شاء الله، ستفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ضياء من منا الضحية في هذا القصر، أنا أم أنت؟ ربما كلانا. تعلقت بك أكثر مما تعلقت بي، ولكن الأيام تسوقنا إلى قدر محتوم، وأنا لا أريد أن أربطك بقدري. التخلي عن الأشياء التي نحبها يبدأ من القلب، حتى لو توقف في سبيل من نحب. سأبقى أحبك يا ضياء. المرأة هي المرأة، عواطفها وأحاسيسها هي ذاتها، إن كانت سيدة أم جارية. ماذا تريد من سعيها في هذه الدنيا؟ كل ما تطلبه هو الحب، الحب الذي يثمر عنه عائلة وأولاد، تراهم يكبرون أمام عينيها. وأنا يا زبيدة، هذه المرأة، كل ما سعيت وراءه هو الحب، حلم العائلة. قد أكون أخطأت في بعض المرات، ولكن لم يكن قصدي ببعيدا عن السكينة، أستكين وأعيش لذة العائلة. أتعتقدين يا زبيدة أن هذا القصر قد يقصر من أحلامنا؟ أفهمك جيدا يا عباس، ولكن إذا ما بان ما وراء النفوس توجب علينا أن نحسم أمرنا من أجل أن نحافظ على كل شيء. أعرف ما علي فعله يا زبيدة،
وأنا لن أخرج عما يجب أن أفعله تجاه هذا القصر وساكنيه. أمور قد دثرت وهم يفتعونها في كل حين. الخلافة، الدولة، الحكم، يطلبها الطالبيون ثم يقولون إن هذا هو شرع الله. إنها أحلامهم يا مولاي، يظنون أن الشرع يعطيهم أحقية الخلافة، وهنا تكمن المعضلة. المعضلة في من يستمع إليهم يا بربكي، وليست في الشرع. الدولة تدار بالسياسة وليس بالعاطفة التي تستنهض الناس لهدم الدولة. لماذا يستعدون علينا الناس؟ إنها أطماعهم يا مولاي. رغم أنني أعرف أطماعهم الدائمة، إلا أني أحمد الله على حقن دماء المسلمين. إلى متى؟ إلى متى سيبقى مصيرنا متعلقاً بكلمة ينطق بها هارون؟ وإن لم ينطق بها ضاع كل شيء. لن أسمح بحدوث هذا. لن نبقى محكومين بما يريده هارون وبما لا يريده. جعفر، إياك أن تنسى عما تتحدث. تتحدث عن أخي أمير المؤمنين. لن أسمح لك بأن تنسى هذا. بل أنتم نسيتم من نحن. تنسيتم فضلنا في ترسيخ أركان الخلافة. تتحكمون في تصرفاتنا وتنظرون إلينا من أعلى. ليت أذني صمت قبل أن تسمع هذا الكلام. هذا ما كنت تخفيه طوال هذه السنين وتكذب علي بمحصول الكلام؟ لم أكذب يوما بما يعتلج قلبي، لكني فقدت صبري مما يفعله الرشيد ومما تفعلينه أنت يا عباسة. مولاتي، قل مولاتي، وإياك أن تتجاوز حدك يا برمكي، حتى لا يضطر أخي الرشيد إلى أن يوقفك بحد سيفه. من ذا الذي يستطيع أن يوقف جعفر الوزير على حد سيفه؟ جعفر الوزير إذا ما غضب تنادت السيوف لنصرته. جننت يا هذا؟ أنا الوزير جعفر. جعفر، عماه، أرى في فمك كلاما أحجمت عن قوله أمام الجمع. أحسنت، أصبت يا مولاي. أتيت أطلب فضلا يزيد من فضلك وإحسانك إلينا. أسمعك. جعفر بن الهادي يريد التقرب من عمه أمير المؤمنين. كل ما تريد مجاب يا عماه، إلا خطبة ابنتنا فأروى مخطوبة. لم أعلم لأروى خطبة، ولو كنت أعلم لما أقدمت على خطبتها لابن الهادي. لقد طلبها وزيرنا جعفر لابن عمنا إبراهيم بن عبد الملك، فلن نرد طلبه. ليس من شيمنا النكول والنكوث بالعهد يا عماه، فاطلب لابن أخينا ابنة أخرى من بنات بني هاشم. صدقت يا مولاي، إن الرجوع بالوعد لا يليق بمقامك، وأنا قد تسرعت بوعدي لابن الهادي في خطبة ابنة عمه. عماه، هل لديك طلب آخر فأجيبه لك؟ مولاتي، ما وراءك يا ياقوتة؟ لقد قابلت مولاتي العباسة جعفراً المرمكي بعيداً عن الأعين يا مولاتي.
تتلاعبين بي يا عباسة؟ تتلاعبين بي؟ أقالت لك عرف قدر نفسك؟ وقالت أكثر من هذا، قالت يا برمكي، قالت يا هذا، لقد فقدت رشدها. يا برمكي؟ تعايرك أنها برامكة؟ والله لولانا لكانت هذه البلاد خرابا ويبابا. عليها اللعنة، من تظن نفسها؟ ما هي إلا امرأة من نساء هذا القصر تطلبها لخدمتك متى تشاء. سأطلب يدها من الرشيد ولن يرفض الأمر. بل أنا الذي سأطلب ذلك، وإذا ما رفض سأتخلص منه ومن دولته ومن أتباعه. جعفر، ما الذي تفعلانه؟ ستوديان بنا إلى التهلكة. سأعيد كل شيء، كل شيء. كن حذرا يا بني. عما، كنت أود أن لا أرفض لك طلبا بشأن ابن أخينا الهادي، ولكن خراسان الآن قد تولاها الفضل بن يحيى، ولا أرى سببا مناسبا لعزله. أشكر لك يا مولاي إنصاتك وسعة صدرك علي. ما زال هارون الرشيد ببالي، العاقل الحاذق الذكي الذي يدير الأمر برأسه قبل أن يقدم على أي خطوة. وأنا لا أراك إلا كما رآك والدك المهدي رحمه الله، أهلا للحكم قبل غيرك. فأدر الأمر برأسك يا أمير المؤمنين، وانظر حولك، هل لك تسد الثغرات؟ ما زلت شيخ الهاشمية، وما زال رأيك سديدا. لا تخف على هارون يا عماه. كما قلت لك يا طهمان، كن واثقا يا مولاي، لن يفوتني شيء مما قلت. الحذر الحذر يا طهمان، خاصة من هم حول الرشيد. فهم يرون ويسمعون ويصمدون إلى حين يأخذون بالثأر. هيا أعد كل شيء، فقد حانت الساعة، انطلق. مولاي جعفر المصري، تقولين ولا تفعلين. إلى أين تسيرين يا ابنة الملوك يا هاشمية؟ تبادرين إليه بعيدا عن الأعين وعن الناس، وأنت من أنت يا سليلة المنصور وحفيدته؟ اهدئي يا زبيدة، كان لابد لي أن أذهب، وقد عرفت بواطن الأمور. كان يجب علي أن أقتنع بما يفعلونه. الحب أحيانا يلمع كالذهب، ولكن إذا ما دخلت إلى أعماقه ستجدين نفسك في متاهة تدخلك في طريق مغلقة، مغلقة لألف علة وسبب. يتوجب علينا أن نتخلى عما نحبه ونرغبه من أجل مصلحة الجميع، من أجل أن نبقى أقوياء. وأنا لن أحيد عن هذا يا زبيدة. كل ما يهمني الآن هو أن تبقى عائلتي بخير، أن نحافظ على إرث أجدادنا وآبائنا، أن تبقى هذه الدولة منيعة قوية مصونة. أما قلبي فقد انقلب ولم يعد يحمل ما كان يحمله من قبل. لا تقلق. إنني أشتم رائحة غدر من الطالبي. ومنذ متى يؤمن جانبه؟ هم لا يرون حقنا في الخلافة، ولا يرون أننا ملكناه فقط،
بل ويسعون إلى أخذها. لقد وهبنا الله إياها ولن ينزعها عنا إلا أبا الفضل. ضع الطالبية في السجن وإياك أن يخرج إلا بأمري. نعم أنا من أخطأت بقدومي إلى هنا، لقد أوقعني في الفخ، لكني كنت أريد أن أجنب المسلمين القتال، وها أنا أدفع ثمن ذلك، فقد رميت بنفسي في التهلكة، وأظن أن هذه هي النهاية، مع أني أعرف بني العباس جيداً، ولكني أتيت إلى قدر محتوم حيث لا خلاص منه. أيعقل أن تكون نهايتي بين هذه الجدران؟ هل من خلاص؟ من أين يأتي الخلاص؟ من أين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سادتي أمرا خطيرا يا بني، أمرا لا تحمد عقباه ولن تنطفئ ناره. لن تفعل ذلك يا جعفر. ماذا بك؟ لم أرك طوال حياتي على هذه الحال. مما تخاف يا امرأة؟ أخاف من غضب الرشيد على أولادي ومن صحوته التي ستودي بنا إلى التهلكة. لن يملك الوقت ليفعل شيئا، لن يملك الوقت. سنولي المأمون الخلافة وستكون الدولة في قبضتنا، في قبضتنا. نعم إياك، إياك يا بني أن تقدم على أي حماقة ترديك. لقد أهانتني أبتي، لقد أهانتني تلك العباسة وحطت من قدري، وأنا من أنا؟ أنت، أنت مجرد وزير لأمير المؤمنين، ملك بقاع هذه الأرض. هذه الأرض دانت له بفضلنا. نعم، نحن يا أبتي سأجبره على قبول هذا الزواج، وسأضغط عليه، وإن لا سأتخلص منه ومن ابن زبيدة. يا بني، لم تعد مشكلتك مع الرشيد فقط، بل أصبحت مع العباسة بعد الذي تفوهت به. هل تظن بأنها ستقبل بك زوجا بعد الذي قلته لها؟ لقد قالت ما قالت من وراء قلبها. العباسة تحبني، تحبني، ولن تستطيع أن تتخلى عني. وإن لم توافق سأجبرها بالقوة. كل شيء سيكون لنا وبالقوة يا أبتي، بالقوة. لم أعهدك طوال حياتي بهذا الضعف. خسارة.
مولاي جعفر يريد أن يراك يا مولاتي. قولي له مولاتك ماذا؟ مولاتك لا تريد أن تراك. هيا. مولاي، تقول لك مولاتك العباسة مشغولة ولا تستطيع رؤيتك. هي قالت ذلك. أريد أن أقابل الخليفة. الخليفة لا يقابل أمثالك، اذهب من هنا. هيا اذهب. أبواب موصلة، ليس بوسعي من مثلي أن يتجاوزها. ربما من أجل ذلك لم تخبرني أمي بحقيقة الأمر، وربما حاولت مراراً وتكراراً أن تدخل القصر، ومن يأسها غادرت بدون رجعة إلى هنا. وأنا مثلك يا أمه، لن أعود إلى هنا، فقدري مثل قدرك. المهم عندي من أحب. سري. سيدي، لقد آن وقت عملك اليوم يا ماهي، فاستعدي. متى الموعد؟ الليلة. الليلة ستأتيك الخطة، ولكن لا تبرحي مكانك أبدا، وانتظريني. أبا الفضل، أرسل لي خراجي من الضياع والقطع، أريد أن أتصدق بها هذا العام. كلها يا مولاي؟ كلها. عسى الله أن يغفر لي بها ما تقدم من ذنبي وما تأخر. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يحيى. ما أخبار المحمرة في خراسان؟ أظن يا مولاي أن الفضل قضى عليها أجل. تظن أن الفضل قضى عليها؟ إن بعض الظن إثم. أرسل في طلب جعفر. حان الوقت يا مولاي. اتبعني. إلى أين يا جعفر؟ إلى حيث يجب أن نذهب، إلى حيث أخطط لاستتب لنا الأمر. الرشيد يطلبك. قل له أنك لم تجدني وأني ذهبت لقضاء بعض حوائجي، أو قل له أني متوحك.
ولي، هل تعرف ماذا تفعل؟ أجل يا أبتي، لم أكن أعرف ماذا أفعل بقدر ما أعرفه اليوم. هيا تعمل. وسأوليك خراجي يا ابن الربيع، وخراجي هذا العام سيكون نصفه لولد الأمين كي يتصرف به، والنصف الآخر سأتصدق به لوجه الله تعالى للمحتاجين والفقراء. خيرا تفعلين يا مولاتي، وسأطلب الخراج من البرمكي. اسمع يا ابن الربيع، هناك ما يدور بين جدران هذا القصر وأنا لا أعرفه، أخاف من مفاجأة تطيح بكل ما دبرنا له. أريدك أن ترصد تحركات جعفر وتخبرني بكل صغيرة وكبيرة. سأفعل يا مولاتي، سأفعل. أين جعفر؟ لقد ألم به طارئ يا مولاي. عافاه الله، عافاه الله. سأراه في الصباح إذن. بأمر مولاي، سيمثل بين يديك في الصباح إن شاء الله. ولما كل هذا القلق يا أمه؟ قلق من كل شيء، من كل شيء يدور حولي ولا أعرفه. ومما تخشين؟ أخشى أن تباغتني الأمور فتطيح بكل ما خططت وسعيت له طيلة حياتي. إنك تحملين الأمور أكثر مما تتحمل يا أمي. أحمل الأمور لأنني أشعر بأنني وحيدة، وأنت تبتعد عني وتتركني أدبر كل شيء وحدي. كيف يا أمه؟ إذا كنت أنت لا تشركينني بما تفكرين به، وإذا كان أبي لا يشركني بما يخص الحكم، كيف لي أنا أن أكون عونا لكما؟ ها؟ كيف؟ أفعل كل ذلك من أجلك أنت، وعليك دائما أن تكون بقربي أنا وأبيك. اسمع، لا تكن وليا للعهد بدون فعل، خذ مكانك ولو بالقوة، فهمت؟ ما هي؟ لقد أتيت بنفسي إلى هنا كي ألقاك، وكي أقول لك أنك إذا ما أتممت هذه المهمة ستكونين سيدة من سيدات قصر الخلد. وأتيت أيضاً كي تطمئني، لن أدعك، فكوني مطمئنة، أنت مهمية. أمر مولاي. سأرسلك هدية إلى قصر هارون، وعليك أن تكسبي ثقته كي تستطيعي إتمام مهمتك. لا تخافي يا مية، لا تخافي، رجالي من حولي. أريد أن تخبرني كل شيء عن جعفر، كل نفس يتنفسه، كل شيء، من يقابل مع من يتكلم، كل شيء يا ليث. هناك أمر مريب يا مولاي. أسمعك. ألم يقل لك أين ذهب؟ لا، لم يقل شيئا. مولاي الرشيد، يا لسعادتي، يا لسعادتي.
أم الفضل، كيف حالك؟ أصبحت أفضل حالاً عندما رأيتك. الحمد لله، جئت مطمئناً على جعفر. أخبرني أبو الفضل أنه متوعك. جعفر، آه من جعفر، لم تفسده إلا مكانته عندك. أصبح يتجبر حتى علي أنا وأبيه. لقد تصنع المرض وخرج. يا له من فتاة. إنه شقي، كيف خرج وهو مريض لا أعلم. ربما وعد جارية ولا يريد أن يفصح عنها. هو ذاك يا مولاي، هو ذاك. إذن سأراه في الصباح. بأمان الله يا مولاي. يحيى، لا تنسى الخراج. أمر مولاي. ما الفضل؟ رافقتك السلامة يا ولدي، رافقتك السلامة. إني أرى هلاكنا يا أم الفضل. سيفنى قبل أن نهلك. مسرور مولاي. مهرم هدية، مهرها وعتقها. ستقدم إلى عروسك يا مسرور مهرا من الرؤوس. هل الرشيد عاجز عن دفع مهر جارية؟ هل الرشيد عاجز؟ لا يا مولاي. كيف هو سيفك يا أبا هاشم؟ لقد سننت شفرته يا مولاي، وهو طوع بدانك. أمرك يا مولاي. ستتزوجها يا أبا هاشم. خذوا هذه الأكياس، وضعوها في ممر قاعة الحكم. إنها كثيرة جدا يا مولاي. إنها دراهم ودوانق. احرص على أن تكون في طريق الرشيد. خراج الوفير. هذا خراج أمير المؤمنين. لقد أوكلتني مولاتي زبيدة بخراجها، فأريده كي أتصرف به. لم يصل خراجها بعد. وكل هذه الأموال؟ لا تتدخل فيما لا يعنيك أيها الحاجب. كل ما يجري في هذا القصر يعنيني يا أبا الفضل. أريد خراج مولاتي أم محمد الأمين حالاً.